الدين العام في أمريكا، الدين العام ضخم جدا في أمريكا، ثقيل جدا، وصل لأعلى مستوياته. طيب مش بس كده، ده قدرة أمريكا على الاستدانة عمليا طبقا للقوانين المعمول بها هناك وقفت عند الحد الأقصى، لأنه في حد أقصى للاستدانة. طيب الولايات المتحدة الأمريكية علشان تقدر تستدين أكتر لازم ترجع للكونجرس، فالكونجرس لازم يقول أيوة هنرفع سقف الدين، ومعدل رفع سقف الدين هيبقى بالنسبة الفلانية. أدي أول حاجة. اتنين، ولو ما رفعش سقف الدين يحصل إيه؟ أوبا. طب ولو رفع سقف الدين، شوف أنا لما ابتسمت كده، ده بصوا بالمناسبة رفع سقف الدين ده شيء إيجابي بالنسبة للأمريكان. هل توجد دولة في العالم غير مدينة؟ لا. أكبر دولة مديونة فين؟ الولايات المتحدة الأمريكية. لو قلت لك الأرقام هتقع من طولك، بالمناسبة هتقع من طولك، عشان بس إيه اللبان اللي شغال، إحنا والديون وبقينا وأصل القصة في الدين. بالمناسبة هي مش بس الرقم، هي نسبته، وده برضو مهم. إذن خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا سياده النائب. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ دكتور انا دايما ادعي ان احنا اصحاب، والنبي ما تقول لي سياده النائب دي تاني، اخوك الصغير يوسف على طول كده. لا حضرتك بالدنيا كلها. لا ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. اتفضل سياده النائب. الدين العام بتاع امريكا وسقف الاستدانه الامريكي وهو متروك للكونجرس، هيقرر مصير الولايات المتحده الامريكيه، او كمان يقرر اظن مصير أو جزء كبير من مصير العالم اقتصاديا. اشرح لنا يا دكتور. هو بالتأكيد زي ما حضرتك أشرت وتكرمت، هي مشكلة عالمية بطبيعة الحال، وليست فقط مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي باعتباره أكبر اقتصاد في العالم. يعني إيه حضرتك سيادة النائب يعني إيه سقف الدين العام؟ سقف الدين العام ده هو المبلغ الإجمالي للأموال اللي هي مفترض الحكومة الأمريكية اقترضتها للوفاء بالالتزامات الحالية ليها. عشان إيه؟ عشان مدفوعات الضمان الاجتماعي وفوائد الدين الحكومي واسترداد الضرائب والدفاع الوطني. يعني إيه؟ يعني لابد أنها تستوفي هذا المبلغ عشان تسدد كل هذه الأمور. طبعا هناك جدال كبير ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، المشكلة سياسية اقتصادية، بمعنى إن في خلافات بتمر في كل يعني فترة لرفع سقف الدين العام، ومرتبط طبعا بالتجاذبات ما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي. وفشلت المفاوضات طوال الفترة الماضية لغاية فجر أمس، مرتبطة بين رئيس مجلس النواب وبين الرئيس الأمريكي حوالين الاتفاق حول رفع سقف الدين. ليه؟ لأنه قبل يونيو حضرتك لازم ياخدوا إجراء في هذا الإطار. وهقول ليه. هو طبعا قبل يونيو ده التاريخ المستحكم. الجمهوريين بيمثلوا طبعا زي ما حضرتك تعلم سيادة النائب أغلبية في الكونجرس، وبالتالي هم عايزين إيه الجمهوريين؟ عايزين تخفيضات في الإنفاق الحكومي، وبالتالي في أولوية بالنسبة للجمهوريين في هذا الموضوع. الحزب الديمقراطي رافض هذا الأمر، وبالتالي هذا الجدال مستمر مستمر. وبالتالي في أولوية أولى اللي هي مفترض تبقى في الولايات المتحدة قبل يونيو، إن الحكومة تصدر إصدار ديون وإصدار خزانة وأوراق مالية وسندات. بدون الإصدارات دي قبل يونيو يبقى الحكومة لن تتمكن من أداء أعمالها والتزاماتها، وبالتالي هتبقى في مشكلة هنا. إما إن الرئيس الأمريكي يصدر قرارات استثنائية، ودي هتبقى من الفترة من يوليو إلى سبتمبر، الاستحقاق الإجرائي، وهو إجراء مؤقت لحين الاتفاق على الإجراءات النهائية في هذا الإطار. طيب لو فشلوا في رفع سقف الدين هيؤدي إلى إيه؟ هتبقى في كارثة كبيرة، كارثة داخل أمريكا وخارج أمريكا. جزء منها هيبقى مرتبط بإيه حضرتك سيادة النائب؟ بزيادة تكاليف الاقتراضات للشركات طبعا، وهيزعزع الاستقرار المالي، وهيأثر على الدولار بصورة كبيرة، وهيأثر على ما يعرف بالجدارة الائتمانية لسندات الخزانة الأمريكية، وهيؤدي لانخفاض متوقع في قيمة الدولار. إذن في تداعيات مباشرة في هذا الإطار في حالة الفشل في رفع سقف
الدين. هل هذا وارد؟ بالتأكيد وارد بصورة أو بأخرى. طيب، عدم رفع سقف الدين هيهدد مكانة الدولار؟ بالتأكيد طبعا هيهدد مكانة الدولار باعتباره العملة الدولية الكبيرة، وهيؤدي بطبيعة الحال إلى ركود اقتصادي دولي وزعزعة الاستقرار في الأسواق المالية. البديل لكل ما يجري الآن هو العودة إلى ما يعرف بالتعديل الـ 14 من الدستور الأمريكي، بمعنى ده استخدم مرة واحدة أثناء الحرب الأهلية بالمناسبة، وكاد أن يستخدم في 2011 عما مرروا هذا رفع سقف الدين قبل ساعات من دخول الاستحقاق الزمني اللي هو بقى دلوقتي هيبقى في يونيو، فبالتالي في سبقة في هذا الإطار. هل يمكن للرئيس الأمريكي أن يلجأ حضرتك إلى هذا؟ بالتأكيد ده في نهاية المطاف إذا لم يحكم بالإجراءات الاستثنائية، وبالتالي هيبقى في إجراءات متعلقة بالصلاحيات الفيدرالية للرئيس الأمريكي، وهيصدر قرارات في هذا الإطار. ربما يتم الطعن في بعضها أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية على المستوى الفيدرالي في بعض الإجراءات، لكن ليس أمام الجانب الأمريكي سوى هذا الأمر. كل ده هيأثر طبعا على مكانة الدولار، هيأثر على الإجراءات الخاصة بالمراكز المالية الأمريكية في العالم، هيأثر على حالة الاستقرار الاقتصادي في كل دول العالم، في البورصات، في الاستقرار المالي، في الجدارة الائتمانية، في المؤشرات الاقتصادية الكبيرة. إذن هناك حالة من الترقب في العالم وليس في الولايات المتحدة. في قمة السبع اللي انتهت منذ عدة ساعات كان هناك تأكيد أن الأوروبيين هيتأثروا، الأسواق الأسيوية هتتأثر أيضا بصورة أو بأخرى. هل بقى كل ما يجري سيادة النائب ده ليها علاقة بالبعد السياسي؟ طبعا، لأنه هناك خلال الفترة المقبلة دخول في مرحلة الانتخابات الاستهلالية، الانتخابات الرئاسية، فبالتالي في بعد سياسي في هذا الإطار. لكن في النهاية هناك حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة في هذا التوقيت، وإلى حين أن يتم الحكم بالأحكام الاستثنائية إذا اضطرت الولايات المتحدة لهذا، فهتبقى في حالة من عدم الاستقرار في المراكز المالية العالمية وخاصة في الولايات المتحدة. طيب، هو طبعا واضح ان الوضع مخيف الى ابعد الحدود، مش بس الامريكان زي ما حضرتك شرحت، الاوروبيين بل ولاسيا ولسائر الدول. لكن يجي هنا سؤال، مؤثرات ده على، هو بكل الاحوال هيأثر على العالم، لكن حجم تأثيره على اقتصادات الشرق الاوسط ايه؟ هو طبعا الشرق الاوسط جزء من كل، يعني هتبقى في تأثيرات ايضا بالنسبه ليه المراكز المالية، وبالنسبة للأسواق المال، وبالنسبة أيضا للالتزامات المالية الدولية، وبالنسبة لسياسات القروض، وبالنسبة للاستقرار المالي. يعني احنا بنتكلم حضرتك في انخفاض، إذا تم يعني الفشل في رفع سقف الدين هيبقى في انخفاض متوقع في قيمة الدولار قولا واحدا، يعني من غير تحليلات ومن غير دخول، لكن هيؤدي الناحية الثانية، فشلنا في رفع سقف الدين هيؤدي إلى كارثة كبيرة على الاقتصاد الأمريكي وبرامج الحكومية، وبالتالي قولا واحدا هيبقى في انخفاض متوقع في قيمة الدولار، وبطبيعة الحال ده هيبقى في صالح بعض الدول في هذا الإطار، لأنه طبعا الدولار كما تعلم حضرتك هو العملة الدولية، بصرف النظر طبعا عن الإجراءات اللي استخدمتها دول أعضاء البريكس، وطبعا بالنسبة للسياسات المالية الخاصة بروسيا اللي اتخذت خلال الفترة الأخيرة. لكن هيبقى طبعا في اهتزاز العرش ما يعرف باسم الجدارة الائتمانية سيادة النائب، اللي هي الخاصة بقى بسندات الخزانة الأمريكية، هيبقى فيه طبعا توقعات لمشاكل كبيرة، وطبعا هتتهدد مكانة الدولار عالميا، وهيبقى فيه حالة من الركود الاقتصادي، وطبعا هيبقى فيه حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية. هل ستشمل العالم؟ ستشمل أغلبية دول العالم، لأنه هناك تفاعلات بين الاقتصاد الأمريكي وأغلب الاقتصاديات الإقليمية، سواء كان بالنسبة لآسيا أو بالنسبة لأوروبا، وأيضا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. هل هذا الخلل اللي حاصل في الولايات المتحدة الأمريكية يدفع إلى فك الارتباط ما بين الدولار وما بين البترول؟ يعني هو من المبكر أن نقول هذا، وطبعا إذا استمرت الأزمة رغم ما التوقع بأن الأزمة ستنتهي وأنه ستحسم بصورة أو بأخرى، لأنه زي ما قلت لحضرتك
هو لم يعني يتم الاتفاق إلا في فترة الحرب الأهلية الأمريكية، وفي نوفمبر 2011 ده تم التوقيع قبل الاستحقاق الزمني بساعات قليلة. ما دون ذلك كان في اتفاقيات يعني ما بين الحزبين حينما يتم تعرض المركز المالي الأمريكي للخطر ولحالة من عدم الاستقرار، فالديمقراطيين والجمهوريين بيتفقوا في هذا الإطار، لأنه طبعا يعني الطرفين سواء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي متفقين على رفع سقف الدين، لكن الخلاف أن الجمهوريين زي ما قلت لحضرتك سيادة النائب أن هم بيطالبوا بتخفيض الإنفاق في الموازنة، ودي نقطة محل جدال ممكن تبقى في الفترة المقبلة، وبالتالي هيبقى في الإجراءات الاستثنائية ربما لبعض الوقت لحين الاتفاق بتمرير هذا الاتفاق. لكن تفاعلات الاقتصاد الأمريكي سواء بالنسبة للاقتصاد المرتبط طبعا بالعديد من الاقتصاديات الدولية يعني هيبقى في حالة تأثير، والتأثير سيكون سلبي إذا لم يتم عملية الرفع. يعني حتى في الفترة الاستثنائية هيبقى في حالة من عدم الاستقرار إلى حين يلجأ الرئيس الأمريكي زي ما قلت لحضرتك في آخر الخيارات إذا اضطر لهذا، فسيكون التعديل رقم 14 من الدستور. وطبعا هذا حتى الإجراء ممكن يتم الطعن فيه، لأن يعني المحكمة الفيدرالية الأمريكية العليا لها صلاحيات في تمرير بعض القرارات الاقتصادية للرئيس اللي هو بيملك صلاحيات كبيرة في هذا الإطار، أو حتى الاعتراض أو التحفظ على بعض. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.